من حسن الحظ أنه في الأيام الحالية التي نعيش فيها يستطيع الشخص استخدام الكاميرا لكي يتمكن من تصوير بعض من اللقطات والمشاهد التي لو لم يتم تصويرها في الوقت المطلوب لم يتمكن أي شخص من تصديق أنها حدثت بالفعل. ومثل هذه المقاطع سوف نعرضها عليكم اليوم في هذا الفيديو، ومن المؤكد أنها سوف تنال إعجابكم بدرجة كبيرة. ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا نبدأ. في المحيط الأطلسي تعرضت هذه السفينة إلى حريق هائل، مما أدى إلى تدمير حوالي 4000 سيارة من مختلف الأنواع والماركات العالمية الباهظة الثمن، مما يؤكد على الخسائر الكبيرة التي تعرض لها كل من كان فوق هذه السفينة في هذا اليوم. Dá ligue no que o vento tá fazendo, velho. Olha aqui. Voltei a da mulher. Nossa, mano. Nossa, ó. Vixe Maria, velho. Olha isso aí, tio do céu. تخيل أن تكون فوق هذه السفينة وترى أمامك هذه الأمواج الهائلة وهي تقترب منك بهذا الشكل. في الحقيقة أنه مشهد مرعب للغاية. يوضح لك هذا المقطع مدى قوة المحرك الذي يتم استخدامه مع بعض أنواع طائرات نقل الركاب، وذلك لكي تكون الطائرة قادرة على الإقلاع بوزنها الثقيل بكل سهولة. هكذا تصاعدت كمية كبيرة جدا من الدخان من داخل هذا البركان، وهذا ما يوضح خطورة انفجار هذا البركان في أقرب وقت. هكذا كانت هذه السفينة على ساحل مدغشقر تواجه صعوبة كبيرة جدا في تحمل الرياح القوية التي كانت تضربها من كل جانب، حيث يقال أن سرعة الرياح وصلت في ذلك اليوم إلى حوالي 45 ميل في الساعة. لكن من حسن الحظ أن قبطان هذه السفينة كان لديه خبرة كبيرة جدا، وهي التي مكنته من الاستقرار بهذه السفينة على الشاطئ دون أن تتعرض إلى أي مخاطر. هكذا كان يتحرك هذا القطار بمفرده، مما جعله يبدو كما لو كان قطار أشباح. هذا المقطع يوضح مدى المهارة والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها قائد هذه الطائرة الحربية، حتى أنه كان قادرا على عمل هذه الحركة بطريقة مميزة جدا.
هكذا كان هذا الرجل قادرا على العزف على هذه الآلة فوق هذا الارتفاع الكبير، مما يؤكد على أنه كان يقضي وقتا سعيدا للغاية. هذا الفيديو يعتبر واحد من المقاطع التي تجعل الكثير من الأشخاص يفضلون السفر والانتقال باستخدام الطائرات بدلا من الإبحار في السفن. هل ترى أنك لديك نفس القدر من الشجاعة مثل هؤلاء الأشخاص للبقاء في هذا المكان المرعب بهذه الطريقة مع هذا التمساح العملاق؟ حيث كان هؤلاء الأشخاص يحاولون البقاء داخل هذا الأنبوب أسفل سطح المياه لمشاهدة هذا التمساح عن قرب. من الذي قال أن القطط لا تفضل السباحة في المياه؟ هكذا كان هذا الأسد قادراً على قضاء وقت ممتع للغاية في حمام السباحة. يبدو هذا الشيء مثير للغاية عند مشاهدته على الشاشة، ولكن الأشخاص الذين يشاهدونه في الواقع يواجهون تجربة فريدة من نوعها. هكذا كان هذا الشاب قادراً على القيام بعمل هذا المخيم الرائع باستخدام أوراق التغليف الشفافة البسيطة هذه بتلك الطريقة الرائعة، والتي جعلته قادراً على قضاء وقت ممتع للغاية في هذه الغابة. Oh Jesus Christ. Ooh. Ooh. Oh my God. I know. Oh my God. Oh. Oh my God. Oh. Oh shit. Oh. Where is it? Let's هكذا تم تصوير هذا المشهد فوق هذه السفينة، الذي كان يعتبر واحد من المشاهد الصعبة جدا، حيث أنه في هذا الموقف تعرضت هذه السفينة إلى أمواج شديدة للغاية أدت إلى ضرب السفينة من كل مكان. ويقال أنه في النهاية تعرضت الكثير من السيارات التي كانت تقف فوق سطح هذه السفينة إلى الغرق في المحيط، حيث سقطت حوالي 52 سيارة من أصل 64 سيارة. هكذا استطاع هذا الشاب أن يجعل الطائرات بدون الطيار تقوم بعمل هذه العروض الرائعة.
في هذا المشهد الرائع. كانت هذه المرأة قادرة على الجلوس في المياه بهذا الشكل، وكانت الأسماك تدور حولها في مشهد رائع للغاية، كما لو كانت تجسد شخصية موانا الكرتونية. قوة الرياح في هذا المكان كانت تجعل مياه الشلال ترتفع إلى أعلى بهذا الشكل. بسبب حركة الأمواج التي كانت تحرك السفينة بدرجة كبيرة، كانت المياه داخل حمام السباحة هذا تتحرك هي الأخرى بهذا الشكل، الذي يؤكد على قوة هذه العاصفة. كانت تحاول هذه القطة الهجوم على هذا السلطعون، لكن حتى الآن غير معروف لماذا قامت هذه السحلية بالهجوم على القطة ومنعها من القيام بعمل هذا الشيء. تم تصوير الكثير من الحفارات التي تعمل على تدمير هذا البناء بهذا الشكل طوال الليل، في مشهد يبدو كما لو كان واحدا من المشاهد في الأفلام. كل ما كان يحاول هذا الشاب القيام به هو مساعدة هذه البطة الصغيرة على الصعود، ولكن من الواضح أن البطة الأم تعترض على هذا الشيء ولا ترغب في أن يقترب أي حيوان آخر من أبنائها. على الرغم من محاولة الترفيه في عملية تقديم الطعام إلى كل هؤلاء الأشخاص الذين يجلسون على الطاولة في هذا الفندق الخمس نجوم، إلا أن هذه الذبابة كانت تسبب لهم الكثير من الإزعاج كما هو واضح أمامك. من الواضح أن هذا الرجل لن يقوم بإطعام الأسماك مرة أخرى في حياته، أو حتى الاقتراب من المياه بعد هذا الموقف المرعب الذي حدث معه. هذا الشاب لديه مهارة كبيرة جدا في القفز لارتفاع عال للغاية، وهذا ما مكنه من الإمساك بهذه الكرة والقفز بهذا المستوى الذي يؤكد على مدى الاحترافية التي يتمتع بها، ومن الأفضل استغلالها في المشاركة في المباريات. تساقط الثلج بكميات كبيرة في سويسرا لم يمنع هؤلاء الأشخاص من الصعود إلى المنحدرات الجبلية. هل كنت تعتقد أن شكل الأنفاق المخصصة لتدفق المياه يبدو بهذا الشكل عند تصويره من الأعلى؟ قم برفع مستوى الصوت، لأنك سوف تستمع إلى بعض من الأصوات التي سوف تجعلك تشعر براحة نفسية كبيرة. هل بالفعل تفضل مشاهدة مثل هذه الأشياء؟ في مشهد مميز للغاية، كان هذا الرجل قادراً على تقديم بعض من الطعام إلى هذا الكم الكبير من الأسماك التي كانت تحاول الحصول على هذا الطعام، في مشهد يؤكد على وفرة الثروة السمكية في هذه البحيرة. بسبب كمية الأمطار الكبيرة التي كانت توجد في هذه المنطقة، لم يكن من السهل على أي شخص البقاء في هذا المرآب، وذلك بسبب حدوث هذه الدوامة الغريبة. They're not uniting. No, they're still not connected. Here we go. Here we go. There we go. There we go. هكذا تم استخدام الكثير من المتفجرات في هذه المنطقة أسفل سطح المياه، مما أدى إلى تدمير الأرض بهذا الشكل في مشهد مرعب للغاية، مما يوضح مدى قوة المتفجرات التي يتم استخدامها. لو كنت مكان هذا الشخص، كيف سوف تتصرف بعد رؤية هذه الأشباح المرعبة التي تقف خلف النافذة وأنت داخل الغرفة الخاصة بك؟
مرونة رائعة وحظ لا مثيل له. هل لديك تفسير لبقاء الدراجة على هذا الارتفاع بهذا الشكل؟ هل ترغب في قضاء وقت مع أصدقائك في تناول بيتزا بهذا الحجم العملاق وخوض هذه التجربة الرائعة؟ عمال هذا المطعم يقولون أنهم يقومون بتقديم الطعام طازج، وفي الحقيقة أنهم صادقون في كل كلمة يقولونها. يعتبر هذا المخلوق واحد من أغرب المخلوقات التي يتم تصويرها حول العالم، حيث أنه يظهر كما لو كان على شكل بعض من الحفلات الضوئية التي تثير إعجاب الكثير من الناس. أدرك هذا الشاب أنه يتمتع بحظ سعيد للغاية، حيث استطاع الابتعاد في الوقت المناسب. لو كنت من الأشخاص الذين يواجهون فوبيا من الأماكن الضيقة، فمن المؤكد أنك سوف تشعر بالخوف الشديد عند مشاهدة هذا الشاب وهو يتزلق في هذه المنطقة. يؤكد لنا هذا المقطع على أن هذا الشاب يعتبر واحد من أمهر الشباب في عملية التزلق على الجليد، وذلك بسبب تزلقه بهذا الشكل الرائع أمام كل هذه الصعوبات التي كانت توجد على الطريق. هل لديك أي تفسير عن سبب تحرك هذه الجزيرة بهذا الشكل والتي لو لم يتم تصويرها على الكاميرا لما صدقها أي شخص؟ يعتقد البعض أن الرياح هي السبب، هل تعتقد ذلك أنت أيضاً؟ ما هو أكثر مشهد نال إعجابك اليوم؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء في الفيديو القادم.